أينما كنتم مشاهدي قناة بلقيس، أهلا بكم مجددا إلى حيث الإنسان. وقصة جديدة هي الأخرى تشكل بوابة إنسانية تسلط الضوء على قضايا وحالات بالإمكان الوقوف معها والانتصار لها لتجاوز عثراتها. في حلقتنا 28 من برنامج حيث الإنسان لهذه الليلة نجدد سعادتنا بلقائكم في هذا الشهر المبارك الذي أوشك على الانتهاء. قصة إنسانية وجوائز مالية بانتظاركم هذه الليلة، لكن قبل ذلك دعونا نستعرض معكم أسماء الفائزين في الحلقة 26، وهم الفائز الأول صفاء محمود عبد الباقي المنيفي من صنعاء، والفائز الثاني صلاح الدين فؤاد محمد سرحان من تعز، والفائز الثالث محمد عبد مهيوب علي من تعز. مبروك للفائزين الثلاثة الجوائز المالية. والآن مشاهدينا نحن على الموعد مع قصة جديدة من حيث الإنسان. من أجل التحرر من قبضة الجهل وأسوار التجهيل، هذه الغيبوبة المضروبة على أعين الكثير من حولنا، هذا التجهيل الممنهج الذي يضرب مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، وحتى لا يظل التعليم حلم يركض خلفه أطفال المدارس، يقدم حيث الإنسان حلقته الخامسة عن التعليم، لكن من زاوية أكثر إشراقا. نتابع. خلف الأبواب المفتوحة الكثير من القصص والكثير من الخطوات المستعجلة للعبور نحو مستقبلها. عيون تلمع بالكثير من الأمل، وأكتاف تتكئ على بعضها بفرح طفولي باذخ البراءة. للرفقة هنا أكثر من معنى وللدراسة، فخلف هذه البوابة تقع مدرسة صغيرة في أقاصي محافظة شبوة. يقطع الأطفال مسافة لا بأس بها يوميا للوصول إلى المدرسة التي بنيت بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية قبل عقدين من الزمان. تهتف الحناجر كل صباح بقوة وحماس بالنشيد الوطني، وإن بلحنهم الخاص نظراً لافتقار مدرستهم لإذاعة مدرسية. واقع قاس لم يمنع هؤلاء الطلاب من الانتظام في مدرستهم ذات الفصول الثلاثة. نحن في هذه المنطقة محرومين من زمان الاستعمار البريطاني، ومن زمان الحزب الاشتراكي، ومن زمان الشرعية، ومن زمان لعاني نقص في البنية التحتية وفي الكادر التربوي. فهذا مدرسة معربة منذ سنان قدام، وهي تعاني من ضعف البيئة التعليمية، لحيث أنها من 98 لم يجد لها إلا ثلاثة فصول دراسية. وصعنا وقمنا بالأعلام ولا أحداً يأتينا في هذه المدرسة إلا هذا الطابق التعليمي من قناة بلقيس. هذا فصل دراسي لطلاب الصف التاسع، وهناك 6 فصول أخرى إلى جواره في العراء. حيث أن الطلاب يعني في مدرسة معربة يدرسون في العراء بلا جدران تحميهم من وطأة الشمس، وبلا جدران تحميهم من وطأة البرد القارس، حيث أننا ندرس الطلاب يعني في السلم المدرسي وتحت الحوش المدرسي وفوق السطح المدرسي لعدم توفر فصول كافية للتعليم.
ساعه يساوي ايش؟ 100. تمام؟ رابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع يعني هنا يصبح الجدار متكئا والظل صديقا ورفيقا تتمنى ألا يزول. تستمر العيون في التحديق في الفراغ بحثا عن أمل يلوح قريبا منها. قبل أشهر قليلة سلطت قناة بلقيس الضوء على واقع الطلاب والدراسة هنا، فقام أحد فاعل الخير بالتعاون مع الأهالي والتبرع لبناء 3 فصول دراسية، غير أن البناء توقف قبل الانتهاء من سكب تلك الفصول أو إكمال تشطيبها. قرر فريق حيث الإنسان إكمال بناء وتشطيب تلك الفصول، وتم شراء الأدوات والمواد اللازمة من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة التي تبعد عن قرية معربة بمديرية نصاب أكثر من 70 كيلومترا. وعقب رحلة طويلة وشاقة بدأت أعمال البناء والتشطيب وصب سقوف الفصول 3. تم تركيب الأبواب والنوافذ واستكملت أعمال التلييس والرنج وتركيب المراوح والكهرباء، وباتت الفصول 3 جاهزة لاستقبال الطلاب فيها. يوم جديد بدأ فيه الطلاب بالدراسة في الفصول 3 الجديدة. ترتفع أصوات الضحكات وتمتلئ العيون بالفرح، فأخيرا سيودعون الدراسة في العراء. لن يبقى أحد منهم أسيرا لتقلبات الجو وحركة الظل تحت الشمس الحارقة. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا أنجز الكثير، غير أن ذلك لا يكفي، فما زال هناك طلاب يدرسون في العراء. قرر فريق حيث الإنسان الاستمرار في العمل لمساعدة أولئك الطلبة وإدخالهم إلى الفصول الدراسية كزملائهم. دخلوا الطلاب اليوم وكنا 3 صفوف واليوم معنا 5 صفوف،
من قبل قناة بلقيس والقائمين عليها، والشكر لفريق الأعلام الذي كانوا وساطة بيننا لحنا والقناة ومؤسسة الثائرة توكل كرمان. شكر من قبلنا الأهالي ومن قبل أولياء الطلاب لهذه المؤسسة القائمة على أعمال الخير وأعمال التعليم الأساسي الذي هو بنية أساسية لكل مجتمع أو لكل دولة. وتم بناء فصلين إضافيين ليصبح عدد الفصول الدراسية في المدرسة 8 فصول. يستمر البناء واستثمار الوقت من أجل دعم التعليم في هذه المنطقة النائية التي نالها الكثير من الحرمان من الأنظمة المتعاقبة. ثلاثمائة طالب وطالبة من مراحل التعليم الأساسي غالباً ما ينتهي مشوارهم التعليمي عندها بسبب عدم وجود فصول كافية. الطالبات يقعن ضحية غياب الفصول الدراسية، إذ تمنع بعض الأسر بناتها من الاستمرار في التعليم نتيجة لذلك، حيث أن الطالبات يعني بعد ما يصلن إلى الصف السادس يتوقفن عن الدراسة لعدم توفر مبنى مستقل خاص للبنات. تمام؟ عاد الطلاب اليوم من جديد لكن إلى فصول دراسية، فلم يعد أحد منهم يدرس تحت الشمس. تكبر الأحلام ويرتفع منسوب التفاؤل لدى الأهالي وطاقم المدرسة، وهو ما يعني استمرار التحاق الطالبات والطلاب بقطار التعليم. اليوم في مدرسة معربة تم بعون الله وتوفيقه الدخول إلى الفصلين التي تم بناءها من قبل مؤسسة توكل كرمان للأعمال الإنسانية، كما قبل شهر دخلنا إلى 3 فصول التي تم سقفها وتشطيبها من قبل مؤسسة توكل كرمان الإنسانية. طبعاً كان التأثير إيجابي عند الأهالي وعند الطلاب خاصة، حيث أن الجميع رأينا أغلب الطلاب كانوا يعانون من الدراسة تحت حر الشمس وبرد الشتاء، رأينا بعضهم يدرسون تحت الأشجار وتحت الخيام، فكانت الآثار السلبية على الطالب في الحالات السابقة. بعد بناء الفصول رأينا الطابع الإيجابي الذي كان لدى الطلاب واستيعابهم للدروس. تم استغراق ما يقارب الشهر كامل لبناء هذه 5 فصول. تعلو الفرحة في أجواء المكان، وتظهر العيون البريئة الكثير من الامتنان، وتبدأ رحلة جديدة نحو الغد الأفضل. مشاهدين، هناك إجماع بأن التعليم هو مستقبل اليمنيين لتجاوز هذا الواقع المر. لو لاحظتم أنه رغم حرص برنامج حيث الإنسان على التنويع في مواضيعه وزواياه، إلا أن قضية التعليم والمدارس حظيت بنصيب الأسد في برنامج حيث الإنسان، وهي محاولة للفت الأنظار نحو الإخفاق الذي يعانيه التلاميذ في مدارسهم وتأهيلهم. كيف يكافح هذا الجيل من أجل توفير الحدود الدنيا من التعليم
في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية لتحسين جودة التحصيل العلمي. يصل تعداد الطلاب اليمنيين إلى قرابة 5.5 مليون طالب. عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في الدراسة قرابة 1.8 مليون طالب، أي ما يوازي ثلث الطلاب بحسب البنك الدولي هذه الإحصائيات. بغض النظر عن المدارس التي دمرتها الحرب والتي حولتها إلى مراكز إيواء أو تكنات عسكرية، هناك مدارس لم تكتمل وأخرى لم تلقى حظ من الدعم لتستوعب التلاميذ. حيث الإنسان يوجه لفتة حية لمن يهمه مستقبل هذا البلد، البلد الذي أكلته الحرب. في شبوة هتف الطلاب لبلقيس التي لم تعد ترى الخبر مجرد معلومة فقط، لهذا عادت إليهم تحمل بعض الإسناد. وهنا حاول برنامج حيث الإنسان توفير مكان آمن لهم في منطقة لا يزال أبناؤها يشتكون من غياب الكثير من الخدمات. لمن يستطيع مشاهدين أن يمد يد المساعدة والدعم للمدارس فليفعل، لا تنتظروا حتى تنتهي الحرب وتعود الدولة، فالتعليم لا ينتظر. تابعنا قصة الليلة وبالتأكيد ركزتم في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من إجابة سؤال الحلقة 28، والسؤال يقول: ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول الدراسية؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول عسيلان، الاختيار الثاني الصعيد، الاختيار الثالث نصاب. إذن مشاهدينا، واحدة من هذه الاختيارات الثلاثة هي الإجابة الصحيحة، فقط أرسلوا رقم 1 أو 2 أو 3 على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج، والوقت المتاح للإجابة على السؤال يستمر الوقت حتى 5 من عصر يوم الغد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى لحظة إعلان الأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة الأمس، الحلقة 27 من برنامج حيث الإنسان، وكان سؤال الحلقة يقول: في أي منطقة تم اقتلاع الجار القات واستبدالها باللوز؟ وكانت الاختيارات الثلاثة: السد الاختيار الأول، النجد الأحمر الاختيار الثاني، والربادي الاختيار الثالث. الإجابة الصحيحة كانت هي الاختيار رقم 3، منطقة الربادي هي المنطقة التي تم استبدال الجار القات فيها بشجرة اللوز. إذن مشاهدي الكرام، الآن سنقوم باختيار 3 فائزين، ومبروك مقدما لكل فائز منهم 100,000 ريال قيمة الجائزة. بسم الله، سنقوم باختيار 3 الفائزين. إذن مشاهدينا الكرام، وقيمة الجوائز 100,000 ريال لثلاثة فائزين، لكل فائز 100,000 ريال، لكل من أجاب بشكل صحيح واختار رقم 3 وأرسل رقم 3 فقط دون أي إضافات، لديه فرصة الآن للفوز معنا بإحدى الجوائز الثلاث. بسم الله، نختار الفائز الأول. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 7729-50434. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة، 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثاني أيضا، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك 100,000 ريال للرقم 7116916 25. إذن مبروك للفائز الثاني أيضا 100,000 ريال يمني. ولنا أيضا نختار الفائز الثالث، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك لصاحب الرقم 7721786 79. إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا عن سؤال حلقة الأمس، مبروك لكل فائز منهم 100,000 ريال يمني. سنتواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم وإرسال الجوائز المالية إليهم بالكثير يوم غد، ونحن حريصين في ذلك على تسليم الجوائز المالية أول بأول بسرعة حتى يتم الاستفادة منها في التجهيز للعيد. إذن مشاهدي الكرام، مبروك للفائزين الثلاثة معنا في حلقة اليوم، وإليكم تذكير أخير بهذه الأرقام الثلاثة وهي معكم الآن على الشاشة.
إذن مبروك للأرقام الثلاثة الجوائز المالية، مبروك لهم 100,000 ريال لكل رقم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، ومشاهدينا ما زالت لديكم فرصة أيضا للفوز معنا فيما تبقى من حلقات برنامج حيث الإنسان. الآن سأذكركم بشكل أخير بسؤال حلقة اليوم، ولديكم فرصة للفوز بثلاث جوائز مالية أيضا قيمة كل جائزة 100,000 ريال. فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة دون أي إضافات، لا أحرف ولا كلمة ولا أقواس ولا أي شيء، فقط أرسلوا الرقم بدون أي إضافات على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج. سؤال الحلقة وسؤال حلقة اليوم يقول، السؤال يقول: ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول المدرسية؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول عسيلان، الاختيار الثاني الصعيد، والاختيار الثالث نصاب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن بانتظار إجاباتكم على سؤال حلقة اليوم مشاهدي الكرام، وغدا سنتعرف على الفائزين الثلاثة وقيمة الجوائز 100,000 ريال لكل فائز. قصة الليلة كانت من محافظة الشوبوة، وبالتأكيد أن السؤال أيضا سهل، وكان السؤال واضح ربما لو ركزتم في تفاصيل القصة وعدتم للقصة التي عرضت معنا في بداية هذه الحلقة ستتمكنوا من معرفة الإجابة وإرسال رقم الإجابة فقط على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج. وتم إضافة الرقم الثاني أيضا لتحت الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين للاشتراك معنا في هذه المسابقة جراء الضغط الذي حصل معنا في بداية هذا الشهر، ونحن حريصين في ذلك على استقبال أكبر كم من هذه المشاركات، خصوصا وأن المشاركة وطريقة المشاركة معنا في البرنامج هي مجانية من خلال خدمة الواتساب. إذن مشاهدينا الكرام، غدا ستكونون معنا في موعد مع حلقة جديدة وقصة جديدة من برنامج حيث الإنسان من إحدى المناطق اليمنية، وأيضا جوائز مالية جديدة. نلقاكم غدا في حلقة جديدة من حيث الإنسان. خواتم مباركة. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.